معك ويصال ريسبونسابل د ريستوران ارماني اكادير. الفكره من جات ديال الريستوران فالا جات من لوروب. لوروب كيمنح لا فام واحد لا فالور اللي هي زوينه. الوغ كاين يكون واحد لاسباس اللي هو غوز خاص بلي فام باش يلقاو فيهم راحتهم وبارطاجيو لي سكري ديالهم. واحد لاسباس اللي كيعاونهم يكونوا بخير. الوغ جات المغرب هاد ليدي جو بونس في طنجه وسي كازابلانكا. لا بروميير فوا اللي غيكون هنا ان اسباس غوز فاكادير خاص بلي فام. كنقدموا لهم خدمات مختلفه دي سيرفيس اللي هما مختلفين بحال اي حاجه زعما لي بلا لي كيك سوا كنعطيهم اون كولور بور اجوتي اون فالور اجوتي. بالنسبه لراسنا ان شاء الله غادي تكون واحد الحفله اللي خاصه بلي فام 100% كيكون فيها واحد الغميز الى كانوا بلوس دو 100 بيرسون في تاب. فوالا كيكون فيها دي جي لعباز اكسيتيرا باش نخلقوا واحد الجو ديال النشاط اكثر. السلام عليكم، معكم امل. انا اليوم ضيفه في كافي ارماني اللي شكروا عليا الناس بزاف الصراحه. ومني جيت وشفتها تفاجات ولقيت بانها الصراحه يعني اكثر من ما كانوا كيوصفوا عليا. فيها واحد الميزه اللي خاصه كنت كنشوفها غير لي في لي فوتو في الفيس والانستغرام في واحد الكافي في طنجه. مي الصراحه هادي صراوها اكثر. كاينه واحد لابارتي في هذا الكافي خاصه بالبنات، يعني كيكونوا البنات والعيالات واخدين راحتهم هنايا. وكذلك الطابع اللي خلاو فيها واحد ديكولور اللي هما خاصين بالنساء والفتيات، الغوز والالوان مفتوحه. كتحسي براسك كتحسي بالانوثه ديالك في هذا البلاصه. اول مره؟ نعم اول مره. كنت شفت هذه البلاصه في واحد السطوري عند واحد السيده عندي في الواتساب، سولتها على البلاصه فقالت لي اكادير فونتي ورا لي بارتومون ديال اكادير باي. صافي قلت لها ان شاء الله غادي نمشي ليها. السربايه وسميتو صراحه استقبال رائع. حتى السيرفيس ديالهم زوين دغيا كيسربيو. والاستقبال كذلك كما قلت لك رائع، الهندام طريقة الاستقبال كلشي زوين الصراحة. مساء الخير جميعا، معكم هدى عقاوي. واليوم انا جيت لهذا لو كافي سي بور لا بروميير فوا سور اكادير كاين واحد الكافي اللي فيه ان كوان بور لي فام. واليوم جينا نشربوا قهوة ون ديكوفر لو كادر و فريمون سي ان كادر اغريابل لي زوين بزاف، يعني فيه لي كولور فيمينيست، فيه الاجواء زوينه بزاف. و فريمون وجيت خصيصا بور ان غاتو ديال الزعفران اللي عمري ما ذقته سوغ اكادير. سي بور لا بروميير فوا اللي كنذوقو هو في كافي ارماني. لو كادر زوين بزاف والحمد لله اللي كنشوفو بحال هاد لي كافي وهاد الاجواء اللي موجوده في اكادير. دونك راه حنايا غاديين وكنتقدموا الحمد لله والشكر لله. بالنسبه لكافي ارماني انا سي لا بروميير فوا باش كنجي لها، اول مره باش كنجي. واول كافي اللي كتلقى فيها ان كادر ولا ان كوان اللي خاص بالنساء، دونك هذا سي ان افونتاج. بعض المرات كنحتاجو حنا العيالات نجيو مع صحاباتنا نشطو نضحكو، ولكن يكون في ان كوان ايزولي. دونك ارماني فريمون فيها هذا لو كادر هذا 100% فام. لتحت راه للعموم ولكن ان كوان الفوق 100% فام. ميرسي بوكو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صراحه انا اول مره غادي نجي لهذا الكافي. هذا شفنا عليها بزاف يعني في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام، يعني البنات كيهضروا بحكم انها فكره جديده في اكادير. يعني ما عمر ما سبق كانت شي فكره بحال هذه، وكنا صراحه محتاجينها. يعني بلاصه كتحسي انك بلاصه نقيه، بلاصه محترمه، فيها اخوات فيها بنات يعني بحالك بحالهم. ما كتحسيش براسك انك جالسه في كافي ولا رجال حداك. صراحه هذه فكره كنا محتاجينها. كتحسي براسك داخله البلاصه محترمه، كتحسي براسك بين خواتاتك وصحاباتك، يعني عندك بلاصه تمشي تجلسي فيها اليز. وحتى الفكره ديال الالوان وديال كيرجعوك للطفوله ديالك، كيرجعوك للانوثه ديالك بحكم هكا لوغوز الورد اللي هو العشق ديال الفتيات. حتى
لي بارفان اللي كيعجبونا، راه كنشوف التصاور ديالهم، القلوب يعني كتحس بلاصه فيها الامان، فيها الحب كيف كنقولوا. صراحه فكره رائعه، كنا كنشوفوها فقط يعني في بلايص اخرين، وكنا كنتمناوها صراحه. غير مازال واحد النقطه اللي هي هو انه مازال الشباب ما محترمينش او انهم ما واخدينش ان هذا الكافي للبنات، فهذا هو الاشكال الوحيد اللي مازال كاين. ونتمنى ان شاء الله يعني يفهموا لوغوز راه للبنات، ان شاء الله يبقى يعني بلاصه خاصه بينا. وكنشكروا صراحه مولات الفكره، مكان كيستحق يعني كلمه شكر قليله في حقهم صراحه.